في هذه الحلقة من تراست أزمة ثقة، مشتركان يلتقيان لأول مرة، يشاركان معا فريقا واحدا من أجل الفوز بالنصف مليون ريال. ولكن عند المواجهة مشترك واحد يمكنه خرق الثقة. من سيستمر ومن سيضرب؟ تراست أزمة ثقة. المال والمعلومات بحلقة اليوم من تراست أزمة الثقة. بحلقة اليوم مشتركين راح يصيروا أصحاب وشركاء وأصدقاء من خلال 12 سؤال. إذا وصلوا للنهاية ممكن يربحوا نص مليون ريال سعودي. إنما بأي لحظة من لحظات ممكن أحد الشريكين يضغط على الزر اللي قدامه ويحرم شريكه من الأرباح. خلونا ننتقل مع الثقة وأزمة الثقة ونتعرف على أول مشتركين لحلقة الليلة. الاسم رائد نايف العنزي، العمر 24، العمل طالب في جامعة سلمان بن عبد العزيز بالخرج. نقاط القوة الثقافة والإعلام، نقاط الضعف الفن والتاريخ. إن شاء الله إذا ربحت مبلغ إن شاء الله أكمل دراسة الماجستير في الخارج. الاسم عبد العزيز عبد الرحمن السكيرين، من الرياض طبعاً، العمر 42 سنة، العمل في وزارة الصحة طبعاً. نقاط الضعف عندي يعني تقدرون تقولون إنها في مسألة الجغرافيا والفيزياء والأشياء اللي أنا بصراحة من أيام الدراسة أنا ما استوعبها. أما نقاط القوة بالنسبة لي هي التمثيل والفن، المجال الفني بشكل خاص. أتمنى من الله العلي القدير لو ربحت الجائزة بإذن الله تعالى راح يكون لكل حد في الحديث. ما أبغى أفسر لكم وشرح لكم. عبد العزيز ورائد وصلوا اليوم وأيضا معاهم بعض من أقاربهم وأصدقائهم ليساعدوهم ويقدموا لهم بعض المشورات ويأخذوا القرارات معهم، ونقدر نقول قرارات صعبة. راح أطلب منهم الآن إنهم يتوجهوا لوسط المنصة ونبدأ مع بعض تراست أزمة الثقة. الله يحييكم. كيف الحال؟ طيب؟ يا هلا وسهلا. الله يبارك فيك. عبد العزيز ورائد يا هلا وسهلا فيكم. الله يبارك فيك. سلام. شرفتونا ونورتونا. الله يسلمك، احنا نتشرف. لكن على جيتي، انا حسيت اني باخذ مخالفه ساهر. مسرعين كنتوا ولا ايش؟ مسرعين. تقدر تقول شفت الرادار يلقطنا. كويس انك ما صورت عشان. حبيبي استاذ عبد العزيز، بشيلنا عنك. تمام، اخبار؟ طبعا غني عن التعريف ما شاء الله تبارك الله، ممثل وفنان سعودي، لك أعمال كثيرة في التلفزيون. طيب. كذا خبرنا عن بعض المسلسلات اللي شاركت فيها والأعمال اللي كانت موجود فيها. والله في أعمال كثيرة شاركت فيها، منها المسلسل الشهير طبعاً طاش ما طاش. نعم. مع الأستاذ عبد الله السدحان وناصر القصبي. فعلاً. وأعمال محلية درامية إنسانية كثيرة يعني، منها أسوار، منها امرأة لا تشبه القمر، منها لعبة الرجل امرأة، اعمال كثيرة محلية. يعني تقريبا خلال مسيرتي هذه الفنية في خلال تقريبا 24 سنة 254 فيلم. ما شاء الله تبارك الله. ما شاء الله، مسيرة رائعة عموما، وانا من معجبين فيك صراحة. وانا اكثر باعمالك. الله يبارك فيك. الله يحفظك. طيب قل لي كيف المغامرة عندك؟ مغامر ولا ما انت مغامر؟ مغامر انا طرزان، ماني مغامر وبس. الله جميل، هذا اللي انا احبه، هذا اللي انا ابغاه. لا لا لا، وفي نفس الوقت اسعى وراء الهدف لحد ما اوصل له، يعني ما راح ارضى بالقليل. يعني جهزوا الارقام على اساس تحسب بس. عموما في نص مليون، في نص مليون خذوها. توكل على الله. غامروا وخذوها. توكل على الله. ان شاء الله. رائد سم، انت من الخرج. اي نعم. طالب في جامعة الأمير سلمان بن عبد العزيز. صحيح.
قسم الفيزياء او تخصص فيزياء. صحيح. كيف المخاطره عندك والمغامره؟ والله انا صراحه مغامر. يعني بكل ما تعني كلمه. الله رائع. نعم. رائع، معناه انه عندي اثنين مغامرين. اي هو شريكي في الغابه، كنا في غابه. تاخذ نص مليون ريال؟ ارفع عليك اذا ما كان زياده عندكم. يلا 500. انتم خذوا نص مليون ريال خذوها. توكل على الله. يا رب. بس عشان تاخذوها لازم تجاوبوني على 12 سؤال صح. باذن الله. يا رب يا رب. ولكم ثلاث اخطاء. ارتكبتوا الثلاث اخطاء؟ انتهت اللعبة لكم انتوا الاثنين. يعني ما راح تاخذوا ولا شيء. لا ان شاء الله ان شاء الله. رائع؟ ان شاء الله. توكل على الله. ان شاء الله، طيب قبل لا نبدا ابغاكم تاكدوا لي عدم معرفتكم ببعض نهائيا. والله صراحة ممثل مشهور قناة التاليف اكيد اني اعرفه. شخصيا الفنان القدير عبد العزيز كريم. الله يحفظه. معروف الله. الفنان قناة التاليف. هو ما يعرف لكن انا اعرفه. شخصيا ما تعرفوا بعض؟ شخصيا ما اعرف لكن فنان قدير. فنان ما شاء الله تبارك الله، ما حد ما يعرفه. ما شاء الله تبارك الله. الله يعطيك العافيه. وانا تشرفت بمعرفته بصراحه الاستاذ رائد. الله وانا تشرفت. واتمنى يا رب ان شاء الله. وانا تشرفت فيكم انتم الاثنين بوجودكم. انا تشرف يا رب. استاذ عبد العزيز. سم. عرفني مين جامعك اليوم؟ والله جايين مع الاساتذه. نعم. جاهزين وجايبين معهم كيس على اساس يشيلون فلوس اللي معي. يلا. الاستاذ عبد العزيز المطيري معلم طبعا. نعم. استاذ يعني. والاستاذ عبدو جاعوني. يا هلا وسهلا. في اداره اعمال. يا هلا وسهلا فيكم، شرفتونا نورتونا يا شباب. بس الكيس، الكيس وينه؟ موزينه موزينه ورا. اي موزينه ورا قايل لهم انتبهوا له. رايد. هلا. مين جامعك يا حبيبي؟ والله جامعه اخوي المهندس ممدوح العنزي. النعم والله. وكذلك صديقي الاعلامي بندر الشهري وصاحب شركه اعلاميه. والنعم والله. الله يخليك. يا اهلا وسهلا فيكم، شرفتونا. دام انكم مغامرين ومتحمسين فاكيد انكم جاهزين. باذن الله. توكل على الله. نروح للسؤال الاول. توكلنا على الله يا رب سهلها. بدايه السؤال تقول: من كبرى مدن المملكه ما هي المدينه التي يطلق عليها لقب 500 ريال للسهل، 2500 للوسط، 5000 ريال للصعب؟ تفضل اختار. اوكي. جميل. انتوا الاثنين اخترتوا الوسط. نعم. نفس الموجه. ان شاء الله. نفس وتيره الحماس، ان شاء الله اللي اتمناه انها ترتفع. يا رب. ان شاء الله. سؤال ب 2500 ريال. من كبرى مدن المملكه ما هي المدينه التي يطلق عليها لقب عروس الشمال؟ ما هي المدينة التي يطلق عليها لقب عروس الشمال؟ هاي أكيد عروس الشمال. توكل على الله. سمعوني أنت. يعني أنا بصراحة يعني أكيد عروس الشمال أعتقد أنها حايل. حايل عروس الشمال. وأنا كذلك. فأنا أتوقع أنها عروس الشمال لأنه دائما في الاحتفالات اللي برضه نحضرها ونسمع فيها وكذا أنه يذكر الاسم هذا انه عروس الشمال. فاعتقد انها حايل. يعني نعم اذا ما كنت مخطئ يعني. توافقوا؟ نعم موافقه 100%. 100% توكل على الله. اعطوني الاجابه الرسميه. اه وش رايك؟ شايف شيء؟ توكل على الله. لا شايف شيء؟ لا لا معك. انا اسالك ما ادري يعني الى الان انا برضو اقول 50% بس انه اذا كان عندك ثقه في مكان ما يعني رائد لا توكل على الله. خمس توكل على الله. توكل على الله. توكل تفضل. توكل على الله. ابغاكم تقولوا لي اجابتنا هي وتعطوني الاجابه. الاجابه هي حائل. حائل. اجابه صحيحه وفعلا حائل هي عروس الشمال وبكذا صار في رصيدكم 2500 ريال. لا ما شاء الله مرتاحين باين عليكم. الحمد لله. الله يجيب الخير ان شاء الله. انا ماني شايف في توتر ولا في لا لا يبي لنا شاهي بس وقهوه الله عليكم. ننتقل للسؤال الثاني. من هو الفنان السعودي الذي أعطانا أغاني مثل 1000 ريال للسهل، 5000 ريال للوسط، 10000 ريال للصعب؟ تفضل اختاره. خذ الوسط دائما. للمرة الثانية اختياركم توأم. توأم. نعم. الله.
لحد ما نوصل نتيجة جامدة أعطيك ال إن شاء الله إن شاء الله يا رب. أي كذا عاد كذا تحمسوني أنا معاكم. أي أبشر توكل على الله. يلا يلا بسم الله. سؤالكم ب5000 ريال، من هو الفنان السعودي الذي أعطانا أغاني مثل نور عيني، الحل الصعب، على مين تلعبها؟ راشد الماجد. أكيد راشد الماجد. أنا أعتقد إنه راشد الماجد. أرفع صوتك عالي. راشد الماجد. أعتقد إنه راشد الماجد. سندباد طبعا أكيد ما في غير. حل الصعب صح. على مين تلعبها؟ على مين تلعبها؟ على مين يبنى الناس؟ أقولها لك هذا يا محمد. الإجابة الفنان القدير السندباد راشد الماجد. طيب سمعونا حاجة كذا من الأغاني هذه اللي ذكرناها إذا حافظينها. يلا خلينا نشوف. على مين تلعبها؟ حنحافظ بس على مين تلعبها. على مين ابن الناس؟ يلا على مين تلعبها؟ دائرة الجمهور معنا. على مين يا ابن الناس؟ على مين تلعبها؟ على مين يا ابن الناس؟ بس ترى هذه استاذ محمد ترى فوق البيع، لانه يعني جايين نجاوب وبرضه نغني. عموما عشان غنيت لنا جوابكم صح، هو راشد الماجد فعلا. كذا بسبب اللي غنيت 5000 ريال زادت على رصيدكم. الله عليك. الكيس معكم. سعر رصيدكم 7500 ريال. الحمد لله نعمة. والى الان ان شاء الله مرتاحين. الحمد لله. الحمد لله. جميلين. الله يبارك. الله. لكن قبل أن ننتقل للسؤال خلونا نطلع فاصل إعلاني قصير ونرجع ونتابع مع بعض تراست أزمة ثقة. رجعنا لكم مشاهدينا ومكملين مشوارنا مع عبد العزيز ورائد. وخلونا ننتقل للسؤال الثالث. بداية السؤال تقول: يعتبر الريال العملة الرئيسية للمملكة العربية السعودية، فما هي؟ 1500 للسهل، 7500 للوسط، 15000 ريال للصعب. للمرة الثالثة اثنينكم وسط. هي الثالثة مغبرين احنا. الثالثة ثابتة والصعب جاي. لا الوتيرة ما شاء الله الآن والموجة واحدة يعني. والله إن شاء الله. يا رب يا رب. سؤالكم ب 7500 ريال ويقول: يعتبر الريال العملة الرئيسية للمملكة العربية السعودية، فما هي عدد فئات العملة الورقية؟ عملة ورقية. ما هي عدد فئات العملة الورقية للريال السعودي؟ الريال 10 ريال. الفئات تبدا من الورقيه آه. ريال 5 ريال 5 10 20 100 500 500 اوكي يعني 6 ريال 5 ريال شوي عشان نركزها مزبوط. يلا ريال ممتاز 5 ريال 10 ريال 20 ريال 50 ريال صح 100 ريال 500 ريال 7 كذلك في 200 بتوقع داخله في النص نقول 8 8 شاوروا مع بعض 8 200 اخاف انهم الغوها ما ادري انا اخاف في 200 ريال 5 ريال 5 10 ريال 20 ريال 50 ريال 50 و100 ريال 200 ريال 500 ريال 500 ريال 8 جوهي توكل على الله 8 توكلنا على الله توكل 8 8 8 فئات ورقية. اي نعم. نعم. رائد متأكد؟ اي نعم متأكد. تكفى محمد الرياكشن هذا ما ابي اشوفه. لا انا ابغاكم متأكد ما في رياكشن ولا شيء يعني. انا متأكد. تكونوا متأكدين من الإجابة. ما ادري الا اذا اصدرت او سكوا عملة جديدة ولا هي 8 ما في. ما اعتقد في شيء ثاني. جوابكم صحيح وفعلا 8 فئات صحيح. وهي اللي انتم ذكرتوها الريال والخمسة والعشرة والعشرين والخمسين الحمد لله على 200 والمئة والمئتين والمئتين هذا هو ذكرك فيها ذكرك رايك فيها ولا كنتوا هذا إجابة خاطئة الحمد لله الحمد لله عموما سعر في رصيدكم 15000 ريال الحمد لله لسه مغامرين لسه احنا قد توكل عليك
ما زال الوتيرة عالية؟ ما زالت؟ ما في شك عليك، والكيس موجود. موجود لسه؟ والشنطة موجودة بعد. طيب كيفكم في الرياضة والكورة وكذا؟ أوه أنا رياضة 50%. نفسه وتنقص 30. مين تشجع أنت من الفرق عندنا يا رائد؟ والله شجع الهلال. الهلال؟ الزعيم. جميل. هنا. جميل. أستاذ عبد العزيز. هذا يقول لك الفنان لا تسأل وش يشجع. لا 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 ولا شيء. هلالي كيف حالك؟ الله الله جميل. تحية لفريق الهلال. الزعيم. تحية لكل فرق المملكة. أكيد ما في. ما شاء الله متفقين في الإجابة. سبحان الله. متفقين في النادي اللي بتشجعوه. يا رب. إن شاء الله تتفقوا في باقي الأسئلة. والله إن شاء الله توكل على الله. يا رب. تتفقوا في الثقة بينكم كمان. يا رب الثقة موجودة إن شاء الله في الله ثم في الجميع. ننتقل للسؤال الرابع. من ألقاب نجوم الرياضة، من هو اللاعب السعودي الذي لقب ب 2000 ريال السهل، 10,000 الوسط، 20,000 ريال الصعب؟ تختاروا لحالكم، كل واحد يختار لوحده لو سمحتوا. كل واحد يختار. اختار من بعد التشاور. شاوروا في الإجابة. والله 2000 السهل، 10 الوسط، 20,000 ريال الصعب. الوسط. لا اختاروا اختاروا لا تتشاوروا. ايوه يلا تختاروا وبعدين تتشاوروا. طيب اوكي. المرة الرابعة اختياركم نفس وسط. لحد ما نثق وبرضه يعني المعلومات ما زالت يعني نبغى نشوف الاحمر، انت من اول قاعدين تورونا. لا لا ان شاء الله نشوف. الصعب لونه احمر، الصعب اختيار الصعب لونه احمر. والاتحاد برضه يقولون اكل العنب حبه حبه، يعني فنحن ماشيين حبه حبه يعني. هنشبع كذا وما وصلنا للصعب يعني. يعني نوصل ان شاء الله. بيقول ان شاء الله نوصل. ان شاء الله. القاب كيف؟ سؤالكم ب 10,000 ريال. طيب. من القاب نجوم الرياضه، من هو اللاعب السعودي الذي لقب بالفيلسوف؟ من هو اللاعب السعودي الذي لقب بالفيلسوف؟ يوسف ثنيان. ما تسرعتوا في الإجابة؟ لا لا حتى نفس. لا لا أبدا. توكل. جو هيد. ما تسرعتوا متأكدين؟ لا لا توكل على الله. لا لا. الإجابة. يعني من غير تشاور أنا شفتكم. لا لا. ما في إلا أبو يعقوب صدقني. أبو يعقوب ما يحتاج. أبو يعقوب يوسف الثنيان. الإجابة يوسف الثنيان. ما في. يوسف الثنيان. ما تخاف ما عليك. يوسف الثنيان ربحكم 10,000 ريال فعلا وإجابة صحيحة. طيب طيب اسمعوني، لو قلت لكم من هو اللاعب الملقب بالعقاب؟ العقاب. نعم أنا خبر فيه الغراب بس ما العقاب الملقب. العقاب أعتقد العقاب هو فعلا فعلا إيه فعلا كان سعيد غراب هو الملقب بالعقاب، ولو اخترتوا الصعب كان راح يكون في رصيدكم زيادة 20,000 ريال. يلا انت خير. 10,000 ريال طيبة. الحمد لله. يستاهل ابو يعقوب. يستاهل ابو يعقوب. الحمد لله. يستاهل الحمد لله. جميل، إلى الآن صار في رصيدكم 25,000 ريال. الحمد لله. وما زال قدامكم 450,000 ريال ممكن توصلوها. يا رب. الله يجيب الخير إن شاء الله. فشدوا حيلكم. ابشر. وركزوا كويس. وروحوا تشاوروا مع أصدقائكم وشوفوا إيش راح تاخذوا من قرارات مع بعض. وارجعوا لي. ما شاء الله هذا امورك زين. اه شلون؟ امورك بس يا اخي فيها اشياء حبيبي. ايه مثل ايش؟ حقة الفن، الفنان. الفنان وش فيه؟ الفنان اطلب فوق عالي يا اخي اطلب شيء. اي بس ما 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 وثقت منه. حبيبي ما وثقت منه. يعني اغنية هذا مجالك يا ابو وجدان. اي بس في اغنية انا حسيت انها يمكن ما تكون له. لا يعني مثل العملة الآن شوف 200 ريال بغت تضيع. اي انا فاهم عرفتها من وش يوم قالها. انت هدي اعصابك افهم السؤال قبل. وركز ركز مره ومرتين وحاول ركز انت وهدي اعصابك. طيب ركز. وش تشوفون نبدا بالصعب؟ لا لا ابدا انا شوف اذا شيء في فن مجال. شوف على حسب السؤال. الرجال عنده انا لما اثق في الاجابه واثق في من معي. اي اي اختار على طول بس اذا الان في حاله توتر لحد ما نوصل إلى مثلا مبلغ معين يستاهل انه تضغط عليه الصعب. اذا صار في مجالك الفن أمورك زينة ما عندك ضغط صعب. لا هو مجال رياضة. انت شوف السؤال. شوف السؤال قبل رياضة يضغط صعب. انت فاهم السؤال خلاص أنا ثقتك في السؤال. مثل الرياضة والله المفروض. لا الرياضة الفيلسوف معروف المفروض ضغطنا على الصعب. بس ما تدري يجيك سؤال صعب يمكن. أنا خفت أنه يجيبني من الأوروبيين عارف لو جاب من الأوروبيين. لا هو السعودي هو كله يعني ولا شيء. لأن باقي قدامكم فرصة وبعدين ترجعون. لا يعجبني فيه أسلوب الثقة ما شاء الله تبارك الله. لا لا والله إن شاء الله جيتكم حالة يا بندر.
عنده ثقة جدا روعة ما يحتاج ما تحتاج. لا عبد الرحمن لا ما شاء الله تبارك الله اللون لا عبد السلام نفس اللي هناك. السلام عليكم. لا ما شاء الله تبارك الله يعني الثقة في محلها ما شاء الله تبارك الله. الله يكفيك عيون الناس. شوف حاول انها المقدم لا جاي يعطيكم الأسئلة لا تتوتر لما يقول لك الجواب متأكد متأكد ابدا حاول انا دائما لا يوترك دائما يقول لك التركيز في الإجابة في التركيز في السؤال نص الإجابة. الله يفقنا يا انتهى وقت التشاور للمشتركين وراح اطلب منهم الان انهم يرجعوا للوسط المنصة ونتابع مع بعض وخلال رجوعهم راح يبدا العد التصاعدي للمبلغ اللي وصلوا له. ممكن واحد فيهم يضغط على الزر اللي قدامه ويحتفظ بالمبلغ اللي راح نسمعه لنفسه ويترك شريكه بدون ولا ريال. هل يا ترى راح تستمر الثقه بينهم او راح يكون هناك بينهم ازمه ثقه؟ هذا كله راح نشوفه مباشره بعد الاعلان. وتراست أزمة ثقة ومكملين مشوارنا مع عبد العزيز ورائد اللي انتهى مشوار أو التشاور بينه وبين أصدقائهم وقربهم. راح أطلب منهم الآن إنهم يرجعوا للوسط المنصة وخلال رجوعهم راح يبدأ العد التصاعدي للمبلغ اللي وصلوا له. هل يا ترى راح تستمر الثقة بينهم أو راح يكون بينهم أزمة ثقة؟ خلونا نشوف. 5,000 ريال. 10,000 ريال. 13,000 ريال. 17,000 ريال. 21,000 ريال. 25,000 ريال. الثقة ما زالت مستمرة. جميل. لا باين طموحكم أعلى من المبلغ هذا. سلم يا أبو عبد الرحمن. يعطيك العافية. الله يطول عمرك. وجودك. ولسه خليني أذكركم إنه لسه في 450,000 ريال ممكن توصلوها. إن شاء الله. ولا الآن عندكم 3 فرص لسه باقية. جميل. توكل على الله. خلونا نروح للسؤال الخامس. من المهرجانات الصيفية التي تدعم السياحة الداخلية أين يقام؟ 2500 السهل، 12,500 الوسط، 25,000 ريال الصعب. للمرة الخامسة اختياركم انتم الاثنين وسط. ماشي لان في عدة مهرجانات بصراحة سياحية داخلية وانا بعضها مش ملم فيها. إلى الآن ولا مرة ما وصلنا للصعب. بنوصل إن شاء الله. إن شاء الله نوصل. هذا أكيد تخطيط يعني ما شاء الله عليك. لا والله بالعكس يعني هو صادفني الآن الرأي. لا لا ما أنا من البداية قلت شكله الواحد ما واحدة ولا تكون مغامرات في الأسئلة القادمة. لا ناوي لك على نية محمد. طيب أتمنى أنا أتمنى أشوف الصعب والله. إن شاء الله. والله إن شاء الله. أبغى المبلغ يزيد كذا تربح مبلغ على قولهم. إن شاء الله إن شاء الله بإذن الله. بس يعني كذا ما راح توصل نص مليون. لا بنوصل. نص مليون لازم تطلع للصعب شوية. إيه أبشر أبشر. عموما سؤالكم ب 12,500 ريال. من المهرجانات الصيفية التي تدعم السياحة الداخلية أين يقام مهرجان الورد؟ من المهرجانات طيب. الصيفية. أين يقام مهرجان الورد؟ في الطائف. أعتقد برضو أبها برضو يعتبر مكان سياحي من مدن المملكة وفي احتفالات فأنا أخاف إنه برضو يكون أبها يعني. بس الطائف. الطائف أعتقد إن الطائف دائما أنا نسمع مهرجانات الورد في الطائف. لا وبالضبط فعلا كلامك صحيح يا أخوي رايد لأن دائما حتى عطر الورد والعطورات تصنع. في الطائف ويعمل لها احتفالية صح بهالمناسبة هذه فـ go ahead إجابتنا هي مدينة الطائف.
أوافق الرأي بإذن الله. توكل. طيب لو أنت بدون رائد أستاذ عبد العزيز، إيش كانت راح تكون إجابتك مثلا؟ إيش الإجابة اللي والله أنا حطيت لها اختيار، لأنه في مناطق سياحية في المملكة معروفة، والمناطق هذه لها مهرجانات مخصصة. في الرياض مهرجان الجنادرية، في أبها في احتفال برضو، في الطائف في سوق عكاظ، وفيه الورد، احتفالية الورد. يعني توافق رائد على الطائف؟ اي رائد متأكد انت واثق؟ والله ان شاء الله بإذن الله. بإذن الله واثق بإذن الله ان شاء الله. إذا تنخترنا الصعب والله ان شاء الله بإذن الله. إجابتكم هي الطائف، وإجابة صحيحة الحمد لله. وفعلا هي الطائف، ويقام في حديقة الملك فيصل النموذجية كل عام الحمد لله. وصار في رصيدكم 7500 ريال. حلو. ولسه أذكركم 37,500 ريال. الحمد لله الحمد لله الحمد لله. خلونا أذكركم إنه باقي 425,000 ريال ممكن توصلوا. صعب صعب إن شاء الله. إن شاء الله نجيب صعب إن شاء الله. إن شاء الله. أنا إذا بدأت الصعب هيبان إنه أنتم مغامرين، لكن البداية وسط 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 يعني. إن شاء الله والله. أبغى أشوف المغامرة اللي قلتوا عليها في البداية. صعب صعب رايم. أبغى أشوف المغامرة. توكل على الله. أعتمد إن شاء الله. خلونا ننتقل للسؤال السادس. السينما يعرف بالفن السابع، ما هو الفن؟ 3,000 ريال السهل، 15,000 ريال الوسط، 30,000 ريال الصعب. يلا رائد، رجعت للسهل انت، كيفك في الفن والسينما و... والله ضعيف صراحة في الفن بصفة عامة. بصفة عامة يعني يقول 30%. هذا سؤال فني بصفة عامة يعني، ما هو أستاذ عبد العزيز؟ أبو عبد الرحمن ما شاء الله فنان، وإن شاء الله بيجيبها بس إن شاء الله. يا رب. طيب أنت اخترت السهل، أستاذ عبد العزيز اختار الوسط، معناه عبد العزيز أنت فرضت خيارك على رائد، يعني السؤال راح يكون لكم أنتوا الاثنين وسط، وقيمته 15,000 ريال. لأنه يفترض أنه أستاذ محمد مجالي الفني، بس أنه يا رب. لأنه عموما السؤال يقول السينما يعرف بالفن السابع، ما هو الفن الثالث؟ السينما يعرف بالفن السابع، ما هو الفن الثالث؟ توقع الكوميديا؟ لا. دراما؟ لحظة، أنا ما أدري الفن السابع. وأنت عارف إنه الفن مترتب يعني. أي مزبوط مزبوط مراحل. نعم. طيب اذكر لنا فن السابع الفن السابع. اذكر انواع الفن او انه في مشكله في ذكر انواع الدرجات او المراحل الفنيه. فن السابع فن الرسم مثلا، هو الفن الثالث يقول فن الرسم مثلا. لا لحظه، السينما يعرف بالفن السابع، الفن الثالث الرسم. الان ما يعتبر فن الرسم والخط ما يعتبر فن؟ هذا يعتبر من الفنون التشكيلية أو فنون تشكيل بشكل عام يعني. يا أخوي محمد بالنسبة الآن نقول فنون تشكيلية بشكل عام، ولا أذكر هو أنا أبغى ما هو الفن الثالث. يعني السينما حصروها بالفن السابع خلاص، كل السينما. أبغى الفن الثالث إيش هو؟ الفن الثالث كل تشكيلية مثلا. والله نقدر نقول فنون تشكيلية. فنون تشكيلية مع فن ايش؟ وش فنون اللي توقع؟ والله هي مي واضح السؤال يعني، مو واضح السؤال على اساس نعرف. لا انا ابغى جواب انه يعني نقدر ندمج معاه الفن. اعطوني اجابة. طيب طيب، السينما يعرف بالفن السابع، وهو الفن الثالث فيه الفن التلفزيوني، السينما الحركية الصامتة، فيها الفنون التشكيلية. جوابكم طيب. ما يعتبر الان التلفزيوني داخل الثالث السينما. هو نقول الفن التشكيلية. تقول التلفزيون. جوابكم. ابغى جواب. اعتقد انه التصوير الفوتوغرافي. رايك فنون تشكيلية. اتفقوا مع بعض واعطوني اجابة واحدة. والله اني خايف التصوير بسرعة. التصوير الفوتوغرافي توكل على الله. يا رب ان شاء الله نقول التصوير الفوتوغرافي. والله ماني متأكد منها، بس انه يعتبر من ضمن الفنون اللي ذات مراحل. للأسف إجابة خاطئة، وورطتوا نفسكم. لو قلتوا الفن التشكيلي أو الرسم كان هي الإجابة الصحيحة. الحمد لله.
انتوا كنتوا راح تقولوا الاجابه الفن التشكيلي هو الفن الثالث. يا الله. لكن اعطيتوني اجابه خاطئه للاسف. الحمد لله. قدامي فرصتين. لا بس والله كلام يعني لازم تكونوا عندهم ثقه في بعض، انتوا قعدتوا تشاوروا يعني لازم. لكن ما زلتوا تتعوض ان شاء الله. وضعكم كويس وفي السليم. وباقي لكم فرصتين لسه، هذه اول فرصه واصلين للسؤال السابع. يعني ورصيدكم في 37500. ولسه قدامكم 395000 ممكن توصلوها. يا رب. اهم شيء انكم تثقوا اجابتكم. لازم تكونوا واثقين، تكون في ثقه بينكم في الاجابه. توكل. خلونا ننتقل للسؤال السابع. من بين علماء وفلاسفه العرب من كان اول من؟ 3500 السهل، 17500 الوسط، 35000 ريال الصعب. تفضلوا اختاروا من غير ما تتشاوروا. اختاروا بعدين تشاوروا. ها الظاهر الحماس وتيرة الحماس نزلت الظاهر بعد الإجابة. والله السبب يعني شوي فيها فلاسفة والعرب. طيب كيفكم في التاريخ وفي علماء التاريخ علماء العرب والعلوم بصفة عامة؟ يعني العلوم انا عندي 40%. والله انا اكاد اكون حوله تقريبا اذا لم يكن اقل، لان الفلاسفه والعلماء العرب كثار. صحيح. ولكن نبغى نشوف بعد ما تكمل لنا السؤال ان شاء الله. طيب بما انكم اخترتوا الاثنين سهل فان شاء الله سؤالكم راح يكون سهل عليكم يا رب ان شاء الله. وقيمته 3500 ريال. من بين علماء وفلاسفه العرب من كان اول من وضع علم الجبر؟ من كان اول من وضع علم الجبر؟ استعجل. اوكي جابر بن حيان. ايش ترى راين؟ لان جابر بن حيان حتى علم الجبر يرجع لاسم الجبر، حتى علم الجبر على ما اعتقد يرجع لاسم جابر بن حيان. بالضبط. لان الاسم ولد طوارئ. تفضل. الجبر مشتق من اسم جابر بن حيان. انا باكم تتشاوروا مع بعض، انا مالي دخل. احنا تشاورنا ويدنا بيدك رائد. توكل على الله. توكلنا على الله. جابر بن حيان. بن حيان الاجابه. جابر بن حيان. وهذا الابتسام وهذه الثقه كلها ما تكفيك محمد، تكون في محلنا ان شاء الله. يا ريت اخترنا الصعب الحين. جوابكم لو سمحتوا. يا رب يا رب نقول ان شاء الله. يا رب. جابر بن حيان. يا رب. جابر بن حيان. واثقين في اجابتكم؟ جابر بن حيان. جابر بن حيان. هو جابر بن حيان كان طبيب، هو يعتبر من ضمن الفلاسفه العرب والعلماء. لكن اجابه خاطئه للاسف، وهو الخوارزمي. محمد بن موسى الخوارزمي هو اللي اخترع الصفر ووضع علم الجبر، هو أول شخص اخترع الصفر. الحمد لله. يلا الحمد لله على كل حال. يلا يلا يلا. سرعته. ثقتكم كانت. الله سرعنا صراحة. بزيادة في الإجابة هذه. إن شاء الله تعوض. ما تناقشتوا، لازم تتشاوروا وتتناقشوا وتراجعوا المعلومات شوية، تشوفوا مين عندنا علماء عرب. صح. جاء وقت الآن لكم تروحوا تتشاوروا. تتواجهوا مع ذويكم وتقرروا مع بعض هل راح تستمر الثقة بينكم أو راح يكون بينكم أزمة ثقة. وشو؟ تعرف الإجابة؟ إذا ما تكفي. أي والله قايل الخوارزمي. قايل الخوارزمي بس التفت. فحين قايل لك التفت اللي ما تعرف له ناظر. التفت يا أخي انظر يمي. العسل في جيزان. جاب الحيان ذا حق طب. خير إن شاء الله خير. لا خير. لكن انه اخترنا يا اعصابي الله سؤال كان شويه طفسه. ايه طفسه. ايش رايك؟ انا اقول خلاص ما قلت. شوف هو يمكن يكبس. اتوقع انه يكبس. ها اتوقع انه المتفق عليه. اتوقع كم المبلغ الان المتفق عليه؟ 37500. يلا خير يا رجل. وبيحسب لك من يبدأ من 5000 لين يوصل ما ادري متى يكبس. لكن انت شو تقول قبل شوي؟ ادري. يقول خلني اوصل اخر شيء واكبس. يقول انا خلي الكبس عندي. يقول خلي الكبس عندي. وبيني وبينك يقول انسحب وعدها صح. والخيار لك انت. وانت واثق من اجاباتك؟ والله ان الاسئله سهله. لكن نستشير عليك انك تكون منسحب افضل لك، والانسحاب طيب. لا اله الا الله. شوف الان اسحب طيب. 37000 زينه.
يعني لو اعطيتني انا 30 واخذت انت واخوك 7500 يعني زينه تستاهل كليا زينه تستاهل. لا نقول انسحب طيب. الانسحاب طيب، اوافق بندر بالراي، وانا اقول انك تنسحب وانسحابك بيكون خير وبركه، وان شاء الله باذن الله وجودك في الخارج وجودك في الخارج تعوض باذن الله. لا وجودك في الخارج افضل بعد. خليك بس قلت العب. انتهى وقت التشاور لعبد العزيز ورائد، وراح اطلب منهم انهم يرجعوا للوسط المنصه، وخلال رجوعهم هل يا ترى راح تستمر الثقه ببعضهم او راح يكون بينهم ازمه ثقه؟ هذا كله راح نشوفه مباشره بعد الاعلان. رجعنا لكم واستمرين مع عبد العزيز ورائد اللي انتهى وقت التشاور بينهم وبين ذويهم، راح اطلب منهم الان انهم يرجعوا للوسط المنصه ونتابع مع بعض تراست ازمه ثقه. وخلال رجوعهم راح يبدا العد التنازلي، وهل يا ترى راح تستمر الثقه بينهم او تنتهي؟ 6000 ريال، 15000 ريال، 20000 ريال، 25000 ريال، 30000 ريال، 37000 ريال و500. ورائد رائد فقط يا رائد اخذت 37000 ريال، مبروكين عليك، مبروكين عليك 37000 ريال. الله يوفقك ان شاء الله. مبروكين عليك 37500 ريال. الله يبارك فيك. ليش ضغط؟ والله خلاص ما بقي فرص، فرصة واحدة بس. صراحة ما بدي اجازف. يعني عشان فرصة ولا كان بينكم ازمة ثقة اصبح، ولا وصلتوا لازمة ثقة بينكم؟ الواحد صراحة خيار واحد. نعم. ويكفي السؤال السابق كان سهل، لكن ما الله وفقنا. فاضطريت اني اكبس الزر. مع انه السؤال اللي فات حق الخوارزمي كان سهل. انت اللي اعطيت الاجابة الخاطئة فيه. بس برضه كان سهل. صح؟ برضه كان سهل. هو كان إجابة خاطئة لك وإجابة خاطئة لعبد العزيز في الجواب فنون تشكيلية. فنون تشكيلية صح. الفن الثالث صح. لكن طب قول لي أول شيء إيش راح تسوي بالفلوس؟ والله إن شاء الله أكمل دراستي في الخارج. إن شاء الله يا رب، وإن شاء الله إنها تكون كمل ماستر مساعدة لك بإذن الله. وتشرفنا بوجودك. وأنا تشرف والله. المبلغ تشرفت إني ملكك وأنت حر التصرف. تشرفت إن سبق معايا فنان قدير فنان عزيز العزيز. الله يحفظك حبيبي. هلا محمد. هلا والله استاذ محمد. انت ايش شعورك؟ ما فكرت تضغط؟ ما والله انا كان حبي للمشاركه والمغامره من الاول، يعني وخاصه مع قناه رائده مثل قناه روتانا كان يشرفني كثير. احنا شرفنا وجودك والله. الله يحفظك. وبعدين استاذ محمد برضو كان في ازمه ثقه نوعا ما في بعض المعلومات، وخصوصا ان السؤال ما يجي له اكثر من احتمال، يعني صحيح. هو سؤال واجابه واحده صحيح. يعني كن او لا تكون. فأقول لك انا كانت سبب جيتي 50% لهذه القناه والحضور الكريم ووجودك ووجود الاساتذه اللي معنا فيك. وال 50% الثانيه زي ما تقول المشاركه واختبار معلومات نعم صحيح. ما فكرت تضغط؟ ما شفته هو بيضغط ولا ما كنت واثق انه ما راح يضغط؟ لا وانا قلت تعال خلنا على الاقل لين نصير جنب بعض. ولكن هو سبقني. عموما مبروك، احنا شرفنا وجودك. الله يحفظك. واستانسنا بشوفتكم وسعدنا برؤياكم. الله يرضى عليك. وكنتوا رائعين وجميلين. الله يحفظك. تحياتنا لكم وتحياتنا لهم يا شباب. وشكرا لكم وعلى مشاكلكم. أنا معي فرصة واحدة فقط،
فشفت الأعداد يمشي 5000 10000 25000. شفت الأستاذ عبد العزيز ما كبس، فقلت خليني أكبس على طول. ففعلا الحمد لله كبست الزر والحمد لله وفقني في المبلغ. في نهاية البرنامج حسيت الرائد يعني حيفقد الثقة ويفقد يعني البرنامج، فأشرت عليه أنه يعني ينهيها ويحسم الأمر. ما كان عندهم إلا فرصة واحدة، فخفنا يعني بيكون في أزمة ثقة أو شيء من هذا، ففضلنا الانسحاب، والانسحاب طيب. حسيت أنه متردد نوعاً ما، وأنا كنت ناوي أشجعه على أساس أنه يطلع اللي جواته كله، يعني ما يخلي شيء، يعني معلومات يمكن تكون معلوماته أكثر مني، إلا أنه يعني نصيب يعني والحظ يعني ما قدرنا نوصل، بس الحمد لله يعني كسبنا أشياء كثيرة. شاورنا في المبلغ البسيط، طبعا احنا كنا نتوقع انه يوصل مبلغ اكبر من كذا، لكن للاسف الاسئله كانت صعبه شوي. مشاهدينا شفنا اللي صار في حلقه الليله من دراسه ازمه الثقه. موعدنا الاسبوع الجاي في نفس الوقت على شاشه روتانا خليجيه وبرنامج دراسه ازمه الثقه. فمان الله.